ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وهو نائب وزير العمل السعودي. دكتور، مساء الخير وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم في غدا عمل. دكتور، هل لك أن توضح لنا خلفية هذا الأمر؟ هل أنتم تتحدثون أو هل هنا يعني يتحدث السيد الحديثي عن الشركات الحكومية والمشاريع الحكومية، أم حتى الشركات بالقطاع الخاص، بأنه إذا أثبتت لكم أنه لديها مشاريع تحت التنفيذ فأنتم تسهلون لها إجراءات التأشيرات الجديدة؟ طبعا بالنسبه لنا يعني بالنسبه للمشاريع الحكوميه غالبا وزاره العمل تمنح المشاريع الحكوميه كامل التاشيرات المطلوبه في التاييد الصادر من الحكوميه من الجهه الحكوميه المشرفه على المشروع، وبالتالي انا لا اعتقد ان يكون هناك مشكله في المشاريع الحكوميه اطلاقا، لان كل مشروع يصدر بشانه عدد محدد من التاشيرات من الجهه المشرفه، ووزارة العمل في غالب الأحيان تلبي هذه التأشيرات، يعني تصل مرحلة الاستجابة إلى حوالي 96-97% من التأشيرات ترفع، وذلك أنا لا أظن أن هناك مشكلة في المشاريع الحكومية. بالنسبة للمشاريع القطاع الخاص، بالتأكيد إذا متى ما تأكدت وزارة العمل أن العميل أو صاحب المنشأة لديه إجاد ولديه يعني أعمال إنشائية تطلب تأشيرات محددة، وايضا التزم بمعدلات التوطين المطلوبه، وزاره العمل تبادر وتسارع في تلبيه طلبه، واعتقد اننا يعني ومن خلال التشارك مع القطاع الخاص في كثير من الحالات نريد ان نؤكد على هذه الجزئيه. نعم، نحن سندعم القطاع الخاص وسنوفر ان شاء الله اجراءات ميسره للحصول على احتياجه من العماله الوافده والمقيم والمحليه، ايضا شرط ان يلتزم ايضا هذا القطاع الخاص بمتطلبات التوطين. يعني بنطاقات، يعني اذا هو بالنطاقات الخضراء فساعتها بتسهلوا له استخدام العماله اذا كان ملتزم بايضا معايير العماله انه كلهم نظاميين. بالتأكيد. طيب، هل لك أن تطلعنا دكتور على الأرقام النهائية؟ أول شيء صار عندكم، أنتم ذكرتم بالمؤتمر الصحفي أنه سيصدر تقرير إحصائي، هل أصبح لديكم الأرقام؟ كم من العمال تم تسوية أوضاعهم خلال المهلة، ومن بعد المهلة كم أصبح العدد اللي تم إيقافه حتى اليوم؟ طبعا يعني